الفيلم كيعالج مشكل اللي هو المتسعة اللي هو الكبيرة بين الطبقة الفقيرة والطبقة الغنية، خصوصا كيعالجها من خلال واحد قصة حب، لأن في الصراحة ما بقيناش كنثيقوا بقصص الحب المغربية، ما بقيناش كنثيقوا بها. هذا الفيلم رجع كيعالج هذا المشكل هذا من خلال هذه القصة هذه، بحيث كنشوفوا واحد جوج ديال الأزواج اللي في البداية ديال الحياة ديالهم بغاو يبني واحد العش ديال الزوجية، الزوج خدام سيكوريتي يعني واحد الخدمة اللي ما كتضمنلوش الكرامة لأنه كيتقاضى واحد الراتب اللي هو ضئيل جدا، والزوجه ديالو هي فام دو ميناج كيطمحوا، ولكن كاين واحد الحب كبير بيناتهم، ولكن في ظل في البدايه ديال هاد العلاقه كيوقع واحد المشكل كبير للزوج، بحيث انه كيصطدم مع رجل سلطه، واحد اللي عنده نفوذ وعنده الفلوس، وكتقلب حياته راسا على عقب، والمشكل صغير ولكن كياخذ هذاك لاجون سيكوريتي كيتحقر، يعني فاش كيحس براسو كيتحقر يعني كيحس براسو كيولي منكسر من الداخل ديالو، كينكسر وما كيبقاش قاد اندمج في المجتمع. الدور ديالي كيف شفته هو المساحه ديالو في الفيلم قصيره، ولكن عنده واحد الاهميه في تطور الاحداث وفي تغيير الاحداث، وكنظن انه فوزي غيهضر احسن مني على شنو الميساج اللي بغى يوصل، ولكن انا بالنسبه لي هذا الفيلم هو تعبير على القمع الموجود في المجتمعات ديالنا، قمع الحب او اهم شيء انا بالنسبه لي هو هذا الفيلم كيهضر على قمع الحب، طبعا في واحد في خضم واحد الانتخام ديال الفوارق الاجتماعيه طبقات، ولكن اهم شيء هو القمع. واللي عجبني في التطرق ديال فوزي لهذا الموضوع هو انه ما كاينش او بلون او نوار، ماشي يا اما هادو راهما خايبين وهادو مزيانين، بالعكس كنشوفوا انه في الطبقات كلها كاين الخايب والمزيان، كاين يعني بزاف الاشياء، وهذا التنوع وهذا الغنى هو اللي كيعجبني في العالم ديال فوزي بن سعيد. كاين قصة الحب الجميلة جدا، كذلك كتفتح لينا اننا نشوفوا ان كيفاش الواقع اليومي لواحد الطبقة كبيرة صعيب، وما كيمكنهاش انها تحافظ حتى على هذاك الحميمي ديالها. هذه قصة الحب الجميلة يعني مهددة، لان الاشتغال ديال عبد القادر ولا ديال مليكة اشتغال صعب، لان ما عندهم مهن ما كتمكنهمش انهم تكون عندهم كرامة في الحياة. الدور ديالي في الفيلم هو الدور ديال عبد القادر، شخصية اللي كاينة في المجتمع ديالنا، يعني بزاف ديال الشباب بحال عبد القادر اللي كيتقاتلوا باش يلقاو خدمة وباش انهم يطوروا حياتهم ويبنيوا واحد الأسرة في ظل الظروف الصعبة ديال الحياة اليومية اللي ماشي سهلة، يعني كيعيشوا في واحد المجتمع اللي مهمش، اللي كيعاني بزاف ديال الصعوبات والعراقيل في المواجهه مع العائله والمسؤوليات، كذلك مواجهه مع السلطه، شخصيات اللي كتعاني من الحقره كتعاني من تهميش. وفي نفس الوقت الفيلم كيهضر على شخصيات اخرى اللي يعني هذيك الطبقه الغنيه والناس اللي واصلين بزاف ديال الحوايج، ولكن شخصيات كتعاني من ضعف التواصل بيناتها، شخصيات كتعاني من فراغ عاطفي، بزاف ديال الاشياء اللي كاينه في المجتمع ديالنا.